السلام عليكم. اليوم بنشرح خاصية الدليفري ليست أو قائمة التوصيل. هي بشكل مختصر يعني تعرض كل طلبات التوصيل اللي حاليا موجودة في السيستم. نقدر ندخل عليها من القائمة على اليمين، بنلاحظ دليفري ليست، ندخل عليها هني بنلاحظ كل طلبات التوصيل الموجودة حاليا عندنا. إذا بتلاحظون فوق haven't left، يعني الأوردرات اللي ما طلعت للحين من المطعم، و on the way الأوردرات للحين صارت في الطريق، يعني بس للحين ما وصلت للكستمر، و delivery completed هني نشوف الطلبات اللي خلصت. نقدر نعين السواق المودي الطلب عشان نشوف هل الطلب مال السواق الفلاني يعني وصل له لا. مثل ما نلاحظ موجود ان ما وصل ولا طلب. نروح الى الطلبات اللي للحين ما طلعت. نقدر نختار الطلب هذا، مثلا بتلاحظون على القائمة على اليمين عندنا عدة خيارات، يعني الصفحة شوي دسمة هذي. الخيار الاول ان تعين الطلب انه طلع من المطعم. الخيار الثاني ان تعين سواق لهالطلب، يعني مثلا نقدر نشوف هالطلب هذا اللي هو 10002، نقدر نغير السواق تبعه ونخلي مثلا جواد يكون السواق تبعه. بتلاحظون هني ان الامبلوي نيم جواد، هني مثلا الامبلوي نيم مو مكتوب شيء. مثلا نقدر ندخل هني ونغيره الى مثلا بلال بهاي الطريقة. في عندنا خيارات غير، مثلا هل الطلب وصل له لا، ارايفل نضغط عليه، بس الحين ما نقدر نسوي لان الحين الطلب ما طلع اصلا. نقدر نسوي تندر اذا نبغى نخلص العملية وخلاص، يعني ما نبغى هالبروسيجر بكبره او يعني هالشغل كله ما نبغيه، نبغي بس ان نقول ان ان الطلب وصل وخلاص، نضغط على تندر وخلاص. يعني خلينا نشوف شلون بصير. مثل ما تلاحظون خلاص خلص الطلب، صار له ستل بهاي الطريقة. مثلا الطلب الثاني نقدر حتى نسوي برنت للأوردر من هني، نقدر نطبع الأدرس علشان نعطي السواق، وحتى نقدر نطلع ملخص الدليفري تبع يعني تبع سواق معين. واحد من دي نطلع ملخص مالهم بالضغط عليه والضغط على فنش وخلاص. ونقدر نحذف الطلب حتى من هنا. المهم مثلا نشوف هاي الطلب، نقول لنا مثلا طلع الطلب من المطعم، نضغط على ديبارتشر ولا طلع بجواد. اوكي الحين نشوف اون ذا واي، بنلاحظ الطلب، الطلب اكو الحين اون ذا واي. الحين مثل ما تلاحظون الديبارتشر صار لونها رمادي، والارايفل اكو نقدر نضغط عليها. الحين نضغط عليها بنقول ان الطلب وصل، فالحين نضغط على delivery completed ونختار جواد بنلاقي هنا. نقدر نضغط على تندر الحين وخلاص ندفعه وخلاص. الحين وصل الطلب. حتى اذا دخلنا على transaction completed بنلاحظ الطلبات اللي وصلت هنا بهاي الطريقة. هاي بشكل مختصر delivery list. شكرا لمتابعتكم.